السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لإبطال السحر أو لقطع السحر، لأن هناك العديد من الناس لديها السحر، يعني تجديد الأسحار عليها، سواء يرون في المنام أو مع الإنس، أما الجن والشياطين أو الإنس. الطريقة ستطبقها في الصباح وستطبقها وراء العشاء يوميا لمدة 11 يوما، سترى الفرق بسرعة. إبطال السحر المتجدد لمدة 11 يوما، أو إذا استطعت ف40 يوما أفضل، إن لم تستطع فأقل شيء هو 11 يوما. ستقرأ آية الكرسي 7 مرات، وتقرأ الآية التي ستراها الآن وراء آية الكرسي 7 مرات، يعني آية الكرسي 7 مرات، وتقرأ هذه الآية 81 مرة، 81 مرة، وتختم بآية الكرسي 7 مرات، يعني 7 مرات في البداية و7 مرات في الآخر، وفي الوسط هذه الآية 81 مرة في الصباح. أما إذا أردت في الليل كي لا يتجدد لك السحر من عند الجن والإنس، فاقرأها وراء العشاء، يعني قل الطريقة في الصباح ونفذ الطريقة أيضا، ونفذ الطريقة وراء العشاء. إذا تبعت هذه الطريقة يوميا، خصوصا الذي يشتكي من الأسحار، تجديد الأسحار، إذا تتبعت هذه الطريقة يوميا لن يؤذيك سحر بإذن الله، لن يصيبك سحر، ولو أنه يتجدد لك سحر فيبطل بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.